السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل على شباب أولى، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ أولى المحاضرات الفعلية في منهج الهيستولوجي. الفيديو اللي فات كان مقدمة، بس كان مقدمة لابد منها وهنعرف دلوقتي ليه. هنبدأ إن شاء الله أول المحاضرات بما يسمى بالسيل ميمبرين أو غشاء الخلية، فلنفترض إن دي الخلية فإحنا هنتكلم عن الغشاء الخارجي بتاعها. بداية السيل ميمبرين له ثلاث أسماء، سيل ميمبرين، بلازما ميمبرين، وبلازما لما. لازم حضرتك تعرف لي الثلاث أسماء بتوعه. إشمعنى يا دكتور؟ لأن السؤال ممكن يجي يقول لك discuss function of بلازما لما. حضرتك حافظ الفانكشن بتاعه السيل ميمبرين، نزل لك الامتحان ديسكاس فانكشن اوف بلازما لما، قعد تغرش في الامتحان، يطلع ايه البلازما لما ده؟ مين هو البلازما لما ده؟ انت مش عارف ان البلازما لما هو السيل ميمبرين. لو كتب لك السؤال ديسكاس فانكشن اوف سيل ميمبرين هترصه. فلازم حضرتك تربط الاسماء ببعض، سيل ميمبرين، بلازما ميمبرين، بلازما لما، ما ينفعش تنساهم. طيب يلا بينا نبتدي نتكلم عن السيل ميمبرين. هنبتدي نوصف السيل ميمبرين بالال ام وبالاي ام. قبل ما نبتدي نوصفه بقول لك ان السيل ميمبرين حاجه دقيقه جدا 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 جدا، ده حتى بتتقاس بالنانومتر، ده سمكها يا دكتور من 7.5 إلى 10 نانومتر in thickness في السمك. طيب هسألك سؤال وانت وضميرك، ال LM قوته التكبيرية أكبر ولا ال EM؟ يا دكتور ال EM الكلام ده احنا خلصناه قبل كده، ليه بتعيده؟ عشان أقولك إن ال LM قوته التكبيرية ما بتشوفش الحاجات اللي بتتقاس بالنانومتر، ما يقدرش يشوفها، ما يقدرش يوضحها. يبقى ال LM يا شباب مش هيقدر يشوف السيل ميمبرين، not seen by LM. اشمعنى؟ لان السيل ميمبرين very thin، رفيع جدا، ده انا حتى قياسه 7.5 إلى 10 نانومتر in thickness. هتلاقي عندك في المذاكرة صفحة رقم 2، اتمنى تكون فاتحها معي. هتلاقي عندك في المذاكرة يا شباب not seen، ليه؟ لانه very thin ومفتوح قوسين كده وفي كلام جوه، شربط لي على الكلام اللي جوه ده، شربط لي عليه انا مش عايزه. هتكتب مكان الكلام اللي جوه ده جنب very thin، هتكتب 7.5 إلى 10 نانومتر in thickness في السمك. ليه بقى؟ لان ده اجابة سؤال، اللي انت كتبته ده اجابة سؤال. السؤال بينزل لك explain، واكسبلين يعني بما تفسر او علل. اكسبلين سيل ميمبرين نوت سين باي ال ام، علل لي ليه ما بنشوفش السيل ميمبرين بالال ام باللايت مايكروسكوب. هتقول له ايه؟ از لان السيل ميمبرين فيري ثين، لان السيل ميمبرين رفيع جدا. وهتفتح قوسين نفس الكلام، تفتح قوسين 7.5 إلى 10 نانومتر ان ثيكنس. كده اجابتك كامله، كده واخد الفول مارك في هذا السؤال. في اي مشاكل؟ لا يا دكتور مفيش مشاكل. يبقى دي اول جزئيه ال LM والسؤال اللي ممكن ينزل فيها. طيب بال EM بالالكترون مايكروسكوب بنشوف السيل ميمبرين ازاي؟ بنشوف السيل ميمبرين يا شباب بالالكترون مايكروسكوب. اول حاجه قدرنا ان احنا نحدد سمكه، سمكه كام؟ لسه قايلها لك، من 7.5 إلى 10 نانومتر، والرقم ده رقم مهم عندي في الهيستولوجي الموديول الاولاني. 5 أرقام مهمين جدا هنحفظهم وهنجمعهم مع بعض ان شاء الله. اول رقم مهم اهو ان سمك السيل ميمبرين من 7.5 إلى 10 نانومتر، ده اول رقم، رقم مهم، من 7.5 إلى 10 نانومتر. ماشي. طيب بالالكترون مايكروسكوب لو عايز اصور، عايز اخد صوره، كان في صبغه كده برشها على الحاجه اللي انا عايز اصورها، حد فاكر اسم الصبغه؟ فعلا كان اسم الصبغه يا شباب اوزميوم تتروكسايد، اوزميوم تتروكسايد. يبقى لما ارش الصبغه ايه اللي هيتم؟ بص كده وركز فيه، ركز في الكلام ده.
ده تركيب السيل ممبرين اللي اخدته مع دكتور نجيب. قال لك ان السيل ممبرين يا شباب بيتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد. بيتكون، خد بالك من كلمه بيتكون ومن كلمه بيتشاف عشان هفرق لك بينهم دلوقتي. فالسيل ممبرين يا شباب بيتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد اهم. كل طبقه وكل فوسفوليبيدايه بتتكون من راس وديلين، راس وديلين اهي. دي فوسفوليبيدايه ودي فوسفوليبيدايه، دي طبقه كده من الفوسفوليبيد ودي طبقه كده من الفوسفوليبيد. طب يا دكتور ليه الراس دي فوق وهنا الراس دي تحت؟ هنعرفها كمان شويه. المهم خلينا في موضوعنا. موضوعنا بيقول ايه؟ ان السيل ممبرين بيتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد. لما اجي ارش عليهم ثوره اسمها الاوزميوم تتروكسايد، انظر ماذا سوف يحدث. بص كده، لما رشيت الصبغه على الفوسفوليبيد الصبغه اترسبت في الراس فقط، الصبغه اتشالت على الراس فقط وسابت الديل. تاني، لما رشيت الاوزميوم تتروكسايد الاوزميوم تتروكسايد اتشال على الراس بس وساب الديل. طب وانت وضميرك؟ المنطقة اللي بيترسب فيها الصبغة بتبان غامقة تحت الميكروسكوب، إنما المنطقة اللي ما بيترسبش فيها الصبغة بتبان فاتحة تحت الميكروسكوب. احنا اتفقنا إن صورة الـ EM أسود وأبيض، أسود وأبيض، صح؟ طيب ركز كده معايا. تعالوا نرسم السيل ممبرين بس بالمنظر اللي أنا بشوفه تحت الميكروسكوب. أول طبقة دي مش طبقة هيد، مش طبقة رؤوس، أيوة يا دكتور، اترسب عليها أوزميوم ولا ما اترسبش عليها أوزميوم؟ اترسب يا دكتور، فأنا هشوفها تحت الميكروسكوب طبقة غامقة بالشكل ده، يبقى دي أول طبقة. طيب إيه المنطقة دي؟ دي منطقة التيل يا دكتور، هل اترسب فيها أوزميوم تتروكسايد؟ لا يا دكتور ما اترسبش فيها، إذن هتبان طبقة فاتحة كده. يبقى دي تاني طبقة، طبقة فاتحة. طيب ايه الطبقة دي؟ دي الرؤوس بتاعة الطبقة التانية، اترسب فيها اوزميوم تتروكسايد؟ ايوه يا دكتور اترسب فيها اوزميوم. هتبان غامقة ولا فاتحة؟ لا يا دكتور هتبان غامقة. وهذه هي الطبقة التالتة. لما جيت اشوف السيل ممبرين او الفوسفوليبيد بايلير تحت الميكروسكوب شفتها بصوره ثلاث طبقات. شفتها بصوره ايه؟ ثلاث طبقات. الثلاث طبقات دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم منظر الثلاث طبقات، بالانجليزي تراي لامينر ابييرنس. تراي يعني ثلاثه، لامينه يعني لاير، ابييرنس يعني مظهر. فانا باي اوزميوم تتروكسايد بشوف السيل ممبرين مظهر الثلاث طبقات زي ما انت شايف كده اهو. طب يا دكتور ايه هما الثلاث طبقات؟ طبقتين غامقين تو الكترون دنس، طبقتين غامقين وطبقه فاتحه ما بينهم 1 الكترون ليوسنت. طبعا اللي قاعد ومش فاهم يعني ايه الكترون دنس ومش فاهم يعني ايه الكترون ليوسنت فاتك الفيديو الاول، ارجع اسمعه. طيب بص كده، الطبقة الغامقة أو الدارك كنا بنقول عليها إلكترون دنس، والطبقة الفاتحة كنا بنقول عليها إلكترون ليوسنت، مش دول تلات طبقات؟ قسمهم لي، واحدة غامقة وواحدة تحت غامقة، يبقى اتنين غامقين، اتنين إلكترون دنس، وواحدة فاتحة موجودة في النص، وان إلكترون ليوسنت إن بتوين ما بينهم. هل هذا الكلام فيه مشاكل؟ اعتقد كلام سهل. يبقى خلصنا ال ام وخلصنا الاي ام بتاع السيل ممبرين. تعالوا نتكلم عن الاستراكشر، التركيب بتاع السيل ممبرين. شباب السيل ممبرين بيتكون من ثلاث حاجات، والثلاث حاجات دول هم العناصر الاساسيه بتوع الاكل. انت ممكن تاكل ايه؟ ممكن اكل كربوهيدرات، ممكن اكل بروتين، ممكن اكل ليبيد. والسيل ممبرين بيتكون من كربوهيدرات وبروتين وليبت. بس الاستراكشر بتاع السيل ممبرين ليبت بروتين
وكربوهيدرات، التلات عناصر بتوعك. بس هنمسك كل حاجه ونتكلم عنها شويه. الليبيد اللي داخل في تصنيع السيل ممبرين عباره عن ايه؟ عباره ممكن يكون ليبيد ماسك في فوسفات فنسميه فوسفوليبيد، او ليبيد ماسك فيه كربوهيدرات فنسميه جلايكوليبيد، او كوليسترول. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الكوليسترول نوع من انواع الزيوت، يعني ليبيد. تمام. يبقى الليبيد اللي داخل فيه تصنيع السيل ممبرين كام نوع؟ ثلاث انواع: فوسفوليبيد، جلايكوليبيد، وكوليسترول. تمام. طيب الفوسفوليبيد داخل ازاي في تصنيع السيل ممبرين، او بيعمل لي ايه في السيل ممبرين؟ الفوسفوليبيد يا شباب بيعمل لي طبقتين كده، والطبقتين دول هم اللي بيصنعوا لي المكون الاساسي او حجر الاساس بتاع السيل ممبرين. بنسميهم ايه؟ مش طبقتين من الفوسفوليبيد اهم؟ نسميهم فوسفوليبيد باي لاير. فوسفوليبيد ايه؟ باي لاير. طب يا دكتور انا عايز اسال سؤال، هو ليه يا دكتور الهيد دي متجهه لفوق والهيد دي متجهه لتحت؟ فسرها لي. هقول لك دلوقتي بس واحده واحده مع بعض. بدايه الفوسفوليبيدايه الواحده، لما تيجي تمسك فوسفوليبيدايه واحده كده بتتكون من ايه؟ بتتكون من راس وديلين، صح؟ ايوه يا دكتور. انا بقول لك ان الراس دي يا شباب هيدروفيليك. الراس ايه؟ هيدروفيليك، والتيل لايبوفيليك. عشان ما تنساهاش، هيد هايدرو، فيليك، والتيل لايبو فيليك. تمام. يبقى هيد هايدرو فيليك والتيل لايبو فيليك. لغايه دلوقتي في مشاكل؟ لا يا دكتور مفيش مشاكل. برضو ما جاوبتش عن سؤالي، ما قلتليش ليه الهيد دي لفوق وليه الهيد دي لتحت. اجاوبك. بصوا يا شباب، دي الخليه وده السيل ممبرين بتاع الخليه. عايز اقول لك ان جوه الخليه حاجه اسمها سيتوبلازم، والسيتوبلازم عباره عن ووتر، عباره عن ميه. طب بره الخليه؟ بره الخليه حاجه اسمها فلويد او اكسترا سيلولار فلويد، السائل بره الخليه. فلويد يعني ماء. ايوه. فجوه الخليه ميه وبره الخليه ميه. ركز كده معايا، ادي السيل ممبرين اهو، ادي الفوسفوليبيد باي لاير اهي، هنا ميه وهنا ميه. انا عندي الفوسفوليبيد، الهيد بتحب الميه، والتيل بيكره الميه، التيل لايبوفيليك بيكره الميه. اعمل ايه؟ خلي اللي بيحب الميه، خلي الراس بتاعه الفوسفوليبيد تحت ناحيه الميه، يبقى الراس بتحب الميه هيدروفيليك، خليها ناحيه الميه. بص بص، ادي الراس هخليها ناحيه الميه اللي بره الخليه، وادي الراس هخليها ناحيه الميه اللي جوه الخليه. لذلك طلع لي الشكل ده. ليه؟ لانك وجهت الهيدروفيليك، ناحيه الميه. طب كده التوتين متركزين فين او متوجهين ناحيه فين؟ متوجهين ناحيه السنتر بتاع السيل ممبرين. تعالوا نقرا مع بعض الكلمتين دول. بيقول لك ايه؟ بيقول لك فوسفوليبيد باي لاير ويتش كونزيست اوف، والتي تتكون من سيل الليبيد موجود في صوره فوسفوليبيد. ماشي. فوسفوليبيد دول مرصوصين في طبقتين بنسميهم فوسفوليبيد باي لاير، طبقتين. بيتكون من ايه الطبقتين دول؟ او الفوسفوليبيد ده بتتكون من ايه؟ عباره عن هيد وتو تيل. الهيد هيدروفيليك دايركتد اوت سايد وان سايد للخليه. تمام. طيب التيل دايركتد انتو سنتر، محطوطين ناحيه الايه؟ السنتر. في كلمتين بين قوسين كده شباب، سيبهم دلوقتي لما نيجي نقرا مع بعض. تمام. طيب في حته احنا شرحناها مع بعض بس مكتوبه هنا، بيقول لك قول لي بقى ليه لما جيت اشوف الفوسفوليبيد باي لاير تحت المايكروسكوب لقيتها ثلاث طبقات؟
طبقتين غامقين وطبقة فاتحة in between. ليه حصل الترايلامينر ابيرنس ده؟ ليه؟ عشان الاوزميوم تتروكسيد او الستين زي ما مكتوبة. ستين يعني صبغة. الصبغة اللي اسمها الاوزميوم تتروكسيد اترسبت في الهيد على جانبي السلمبرين تاركة التقل. فلما اترسبت في الهيد طلع لي عندي طبقتين غامقين وثابت التقل فطلع لي طبقة فاتحة. نقراهم مع بعض. ديو تو ديبوزيشن، وكلمة ديبوزيشن يعني ترسيب. الصبغة اللي اسمها الاوزميوم تتروكسيد ان هيد بتاع الفوسفوليبيد ان بوث سايتس ولم تترسب في التيل. فيها مشاكل؟ لا يا دكتور. كده خلصنا الكلام اللي موجود عندك على السبوره. هنمسح السبوره ونيجي نقفل كلامنا عن السيل. بعد ما خلصنا كلام يا شباب عن اول استراكشر بيخش فيه تركيب السيل ممبرين، هنتكلم عن تاني استراكشر ممكن يخش في تركيب السيل ممبرين الا وهو البروتين. البروتينات يا شباب شكلها عامل ازاي في السيل ممبرين؟ ادي رسمت لك رسمه للسيل ممبرين. السيل ممبرين بيتكون من فوسفوليبيد اللي احنا شرحناها من شويه. طيب ايه الحاجات اللي مرسومه بالاخضر دي يا شباب؟ الحاجات اللي مرسومه بالاخضر دي هي البروتينات. انت شايف كم نوع من انواع البروتينات؟ انا شايف بروتينايه ماشيه بطول السيل ممبرين، محشوره في السيل ممبرين كده اهو. ده حتى خارجه من الناحيه دي، يعني خارجه اوتسايد الخليه وداخله انسايد الخليه، يعني ظاهره من الجنبين بتوع الخليه. ده نوع من انواع البروتين يا شباب بنسميه البروتين المحشور، بنسميه انتجرال بروتين. طيب بص كده، البروتين ده اللي مرسوم عندك بالاخضر، البروتين ده موجود فين؟ البروتين ده مش محشور في السيل ممبرين كله، لا ده جاي على طرف بس من السيل ممبرين وقاعد فيه، فبنسميه البروتين الطرفي، وكلمة طرف يعني بريفري، فبنسميه البريفرال بروتين. يبقى باختصار خالص، البروتين في السيل ممبرين عبارة عن نوعين، نوع محشور زي ما حضرتك شايف ونوع طرفي. المحشور ده سميته ايه؟ البروتين المحشور. كلمة محشور يعني انتجرال، انتجرال بروتين. وفي بروتين طرفي زي ما حضرتك شايف اهو، موجود يا اما في الجهة الانسايد يا اما في الجهة الاوتسايد. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب احب اقول لك ان البروتين هو اكبر حجم موجود عندي في السيل ممبرين. شايف البروتينات عامله ازاي؟ وادي فوسفوليبيدايه. لما تيجي تقارنهم بالحجم، مين الاكبر في الحجم؟ هو الميجور بارت بتاع السيل ممبرين بس في الحجم، في السايز. دي اول نقطه. طيب تاني نقطه، البروتين اللي موجود في السيل ممبرين ده ايه وظيفته؟ بص والله وظيفته لو ده انتجرال بروتين، فالانتجرال بروتين يا شباب بيكون فيه زي نظام قناه. القناه دي يا شباب بنسميها تشانل. القناه دي يا شباب بتسمح بمرور بعض الحاجات من خلالها. الحاجه دي ممكن تكون دواء، ممكن تكون ايون، المهم في الانتجرال بروتين تشانل قناه. هذه القناه بتسمح بمرور الاشياء من خلالها. طيب البريفرال بروتين ده، البريفرال بروتين ده شباب بيشتغل كناقل. يعني ايه ناقل؟ يعني كارير. يعني مثلا لو في دواء يا شباب عايز يخش جوه الخليه، بيجي يمسك في هذا البريفرال بروتين، هذا البروتين الطرفي. يقوم لما الدواء يمسك في البريفرال بروتين، عايزك تتخيلها بس، البريفرال بروتين يقلب نفسه ويدخل الدواء ده جوه الخليه. كده عمل ايه؟ كده اشتغل ككارير، كناقل لهذه الجزيئات. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى انا قلت لك ان البروتين ممكن تشتغل ازاي؟ ممكن تكون تشانلز قنوات، او ممكن تشتغل ككارير نواقل او حوامل للحاجات اللي عايزه تخش او تخرج من الخليه. طيب تعال بقى نتكلم على النوعين بتوع البروتين بالتفصيل شويه.
انا قلت لك عندي نوعين من البروتين، نبدا بمين؟ نبدا بالبريفرال. اهو البريفرال ده يا شباب هل ماسك السيل ممبرين بطوله؟ قلت لك لا، ده هو يا اما موجود على الانر سايد يا اما موجود على الاوتر سايد. بس من على الرسمه دي، من على الرسمه المبسطه دي، انت عندك اتنين بريفرال بروتين موجودين على الانر سايد وواحد بريفرال بروتين موجود على الاوتر سايد. لما اقول لك الاغلبيه بتاعت البريفرال بروتين على الانر سايد ولا على الاوتر سايد؟ لا، ده البريفرال بروتين موجود مينلي انر، موجود مينلي على الانر سايد. يعني ايه؟ يعني في بريفرال بروتين كتير ماسك ناحيه السيتوبلازم بتاع الخليه، اقل منه بريفرال بروتين برضه بس ماسك على الاوتر سايد بتاع الخليه. هل الكلام ده فيه مشاكل؟ كلام سهل وبديهي، انا بوصف الرسمه اللي موجوده قدامي. طيب ما تيجي نشوف الانتجرال بروتين عشان فيها شويه مصطلحات كده. الانتجرال بروتين ده، الانتجرال بروتين انتجرال قلت لك محشور، ففي فعل انجليزي اسمه امبيد. يعني ايه امبيد؟ امبيد يعني متدبس، يعني مغروز. فالانتجرال بروتين بقول لك هو عباره عن بروتينيه مغروزه في قلب الليبيد بايلير. ادي الفوسفوليبيد بايلير اتغرز جواها بروتينيه. انت بتوصف بس في شويه مصطلحات غلسه كده. يبقى تاني، الانتجرال بروتين ده عباره عن ايه؟ بروتين امبيدد ان فوسفوليبيد بايلير. الانتجرال بروتين ده ساعات بيخرج من وان سايد، يعني ساعات تلاقيه بارز بس من بره، وساعات تانية تلاقيه بارز بس من جوه. طيب لو لقيت انتجرال بروتين زي اللي انا رسمه بارز من بره، اهو ده اخر السيل ممبرين، الحته دي فوق السيل ممبرين يعني بارزه لبره صح، وده اخر السيل ممبرين الحته دي بارزه لجوه، يبقى كده الانتجرال بروتين ارايز فروم بوث سايدز، من الناحيتين بتوع السيل ممبرين اوتر وانر صح. في هذه الحاله الانتجرال بروتين يسمى حاجه اسمها ترانس ممبرينوس بروتين. يعني ايه ترانس ممبرينوس؟ البروتين اللي مشي بعرض السيل ممبرين كله وخرج من بره وخرج من جوه، نسميه ايه؟ نسميه ترانس ممبرينوس. امسك هاي، يجي يقول لك انتجرال بروتين ذات ارايز فروم both sides of cell membrane is called، وحاطط لك اختيارات كتير بمصطلحات لسه هناخدها، بس في قلب المصطلحات دي حاجه اسمها ترانس ممبرينوس بروتين. هختار مين؟ هختار الترانس ممبرينوس بروتين، بنثبتها هنا عشان لما تيجي المصطلحات التانيه هقول لك الام سي كيوهات تانيه تاني بالتفصيل. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب نعيد حته البروتين تاني، عادي نحفظ مع بعض، نعيد حته البروتين تاني. البروتين هو الميجور بارت بتاع السيل ممبرين، بس فين؟ في الحجم. لما تيجي تقارن الحجوم بتاعت الفوسفوليبيد والبروتين هتلاقي حجم البروتين هو اللي يغلب. طيب البروتينات بتشتغل ازاي؟ البروتينات ممكن تعمل تشانلز زي ما اتفقنا، او تشتغل ككارير زي ما قلت لك، الدواء بيجي يمسك هنا ان شاء الله باذن الله. اي كلمه فيها دواء ناخدها بالتفصيل بقى في المدول الجاي معايا، برضو انا شغلي الاساسي دكتور فارماكولوجي. طيب الكارير ده بيقلب نفسه عشان يدخل الدواء جوه الخليه. تمام يا شباب؟ يعني ممكن يشتغل كشانل وممكن يشتغل كايه؟ ككارير. طب عندي كام نوع من انواع البروتين؟ بص على السبوره وانت احكم بنفسك. يا ريت الناس ترسم ورايا الرسمه دي، خلص لك الدنيا ان شاء الله. عندي كام نوع من انواع البروتين؟ عندي نوعين يا دكتور. نوع محشور بقلب السيل ممبرين كده مغروز في السيل ممبرين بنسميه الانتجرال بروتين، البروتين المحشور في قلب السيل ممبرين. طيب بوصفه بقول ايه؟ بقول ان دي حته بروتينيه امبيدد ان ليبيد باي لير، مغروزه في قلب الليبيد باي لير. ماي ارايز ممكن تطلع بوان سايد بس، يعني ممكن تطلع من فوق بس او من تحت بس. لو خرجت من الجهتين بقول على الانتجرال بروتين ده يكتسب اسم تاني، الاسم التاني ده اسمه ايه؟ ترانس ممبرينوس بروتين. طيب
بالنسبه للبريفرال بروتين، البريفرال بروتين يا اما موجود على الاوتر يا اما موجود على الانر، مش بيكمل الطول بتاع السيل ممبرين كله، لا ده هو اوتر يا اما انر، بس مينلي على الانر سايد. الكلمه دي هنحتاجها كام شويه. كده خلصنا الجزء بتاع البروتين. اقلب معايا الصفحه هتلاقي الجزء المسؤول عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بتخش في تركيب ايه في السيل ممبرين؟ بص كده اللي انا رسمه بالاسود ده شباب هي الكربوهيدرات CHO. الكربوهيدرات بيقول لك ان الكربوهيدرات اللي بتخش في تصنيع السيل ممبرين حاجه اسمها بولي ساكرايد، اخدتها مع دكتور ابراهيم بالتفصيل صح. اخدت المونو ساكرايد والداي ساكرايد والاوليجو ساكرايد والبولي ساكرايد، اكيد خدت الفروقات ما بينهم. اللي بيخش في تصنيع السيل ممبرين هو مين؟ هو البولي ساكرايد. بيقول لك ان البولي ساكرايد دول ممكن يمسكوا في الليبيد، في الفوسفوليبيد اهو ماسكين في الفوسفوليبيد اهو يا شباب، او ممكن يمسكوا في البروتين. يبقى تاني الكربوهيدرات ممكن يمسكوا في الفوسفوليبيد او ممكن يمسكوا في البروتين زي ما حضرتك شايف صح؟ صح يا دكتور؟ طيب النقطة اللي بعد كده هسألك سؤال وبص على الرسمة وجاوب. احنا علم وصفي، بص على الرسمة وجاوب. الكربوهيدرات يا شباب موجودة اوتر ولا موجودة انر ولا موجودة اوتر وانر؟ لا يا دكتور، الكربوهيدرات مش موجودة غير في الاوتر سايد، الكربوهيدرات موجودة بره فقط، الكربوهيدرات موجودة بره فقط. طيب لما بتيجي يا شباب بتصور السيل ممبرين بالاي ام، بلاقي زي نظام نقط سودا كده صغيره موجوده بعد السيل ممبرين. النقط الصغيره دي يا شباب بيقول لك ان الكربوهيدرات هي اللي بتعمل هذه النقط السودا الصغيره دي، بنسمي النقط الصغيره اللي بتعملها الكربوهيدرات بنسميها طبقه الجلايكو كالكس. بنسميها طبقة الايه؟ الجلايكو كالكس. والاسم ده مهم جدا. يجي يقول لك ايه هي الجلايكو كالكس دي؟ هتقول له ايه؟ هقول له ان الجلايكو كالكس هي طبقة الكربوهيدرات اللي بتخش في تصنيع السيل ممبرين. عبارة عن ايه؟ عبارة عن بولي ساكرايد موجودة على الاوتر سيرفيس بس بتاع السيل ممبرين. بنسميها جلايكو كالكس. في اي مشاكل؟ لغاية دلوقتي ان شاء الله يعني مفيش مشاكل. نعيد الكربوهيدرات تاني، هي سهلة أنا عدتها كام مرة. نعيد نحفظ مع بعض. الكربوهيدرات عبارة عن بولي ساكرايد. البولي ساكرايد دي ممكن تمسك فين؟ هي موجودة على الأوتر سيرفيس. ممكن تمسك فين؟ يا إما في ليبيد يا إما في بروتين. طيب بنسمي الطبقة اللي بتعملها لي طبقة إيه؟ طبقة الجلايكوكاليكس. نيجي لملحوظة تقيلة شوية. بقول لك إن السيل ممبرين أسيمتريكال. يعني كلمة اسيمتريكال يعني غير متماثل. مش فاهم برضه يا دكتور. يعني أنا لو جيت قطعت السيل ممبرين كده من النص، هل النص اللي فوق ده شبه النص اللي تحت؟ تاني، لو جيت قطعت السيل ممبرين كده من النص، هل النص اللي فوق شبه النص اللي تحت ولا لأ؟ قلت لك لا، النص اللي فوق مش شبه خالص النص اللي تحت. ليه يا دكتور؟ هقول لك بس انت عارفها. لان النص اللي فوق فيه كربوهيدرات، انما النص اللي تحت ما فيهوش كربوهيدرات. قلنا الكربوهيدرات موجوده اوتر اونلي، على الاوتر سيرفيس فقط. طيب ايه الاختلاف الثاني؟ البريفرال بروتينز كانت موجوده اكتر في الانر سايد، انما في الاوتر سايد كانت اقل. يبقى يجي ينزل لك سؤال اكسبلين، علل. بنقول على السيل ممبرين ان هو اسيمتريكال، واكتب لي فوق اسيمتريكال ترجمها لي، اكتب فوقها غير متماثل. يعني ايه غير متماثل؟ لو قسمته نصين مش هيطلعوا شبه بعض. ليه؟ عشان اختلاف الديستريبيوشن. وكلمه ديستريبيوشن يعني توزيع. الديستريبيوشن بتاع الكربوهيدرات اكتب لي فوقها كده على استحياء اوتر، ان هي موجوده على الاوتر سيرفس. والبروتين، البروتين اكتب لي فوقه مينلي
انر يقصد بيه مين؟ البرفال بروتين. هل هذا الكلام به بروبلم؟ لا يا دكتور. كده خلصنا ما يسمى بالستراكشر بتاع السيل ممبرين، وهو جزء سهل ان شاء الله، وده سؤال نظري، واول سؤال نظري ممكن يقابلك في الامتحان. يجي يقول لك discuss molecular structure of cell membrane، كلمني عن تركيب السيل ممبرين. هتقول له ايه؟ هتكلم عن الليبيد في الاول، شرحناه. قلنا ان الليبيد ممكن يكون ثلاث حاجات، راجع معايا، فوسفوليبيد او جلايكوليبيد او كوليستيرول. نمسك الفوسفوليبيد ونشرحها. والله الفوسفوليبيد عبارة عن باي لاير. الفوسفوليبيداية الواحدة بتتكون من هيد هيدروفيليك وتيل لايبوفيليك. كمل. الهيد دايركتد تو اوتسايد او انسايد الخلية. طيب التيل كان لايبوفيليك دايركتد تو ذا سنتر اوف ذا سيل. الكلام ده شرحناه صح؟ طيب وبعد كده اتكلمنا ليه الخلية، او ليه قصدي الفوسفوليبيد، او ليه السيل ممبرين بيكتسب الترايلامينر ابيرانس بتاعه؟ عشان الاوزميوم اوكسايد كانت بترسب في الهيد بتتشال على الراس وتسيب التيل. بعد كده هتكلمه على البروتين اللي احنا لسه مراجعينه، وعلى الكربوهيدرات، وتقول له الملحوظة بتاعه ان السيل ممبرين از اسيمتريكال. سؤال نظري، اول سؤال نظري ممكن ينزل لك. طيب تاني سؤال نظري ممكن ينزل لك، يجي يقول لك discuss function of cell membrane. ما هي وظيفة السيل ممبرين؟ حاجة بديهية، هو السيل ممبرين ده عبارة عن ايه؟ السيل ممبرين يا شباب عبارة عن الحاجز الذي يحيط بالخلية. طيب الحاجز ده بيعمل ايه يعني؟ الحاجز ده شباب بيمنع دخول الحاجات الغير مرغوب فيها جوه الخلية، صح؟ ليه؟ عشان يحافظ على البيئة الداخلية للخلية ثابتة. والله لو حاجة هتخش تعكر لي، تبوظ لي النيوكليوس، تبوظ لي الميتوكوندريا، فأنا مش هدخلها. ليه؟ أنا عندي هنا حاجز، عندي هنا ممبرين غشاء بيمنع دخول الحاجات المضرة. طيب النقطة اللي بعدها يا شباب، النقطة اللي بعدها السيل ممبرين ده هو اللي بيتحكم، احنا بندردش سوا، أنا لسه ما شرحتش الفانكشن. السيل ممبرين ده يا شباب لو متشكل في صورة دايرة فالخلية دائرية. طب لو السيل ممبرين متشكل في صورة مربع فالخلية مربعة. لو السيل ممبرين متشكل في صورة اسطوانة فالخلية اسطوانية، وهكذا وهكذا. تمام؟ تمام يا دكتور. يبقى هو اللي بيحافظ على شكل أو بيدي الخلية شكلها. طيب إيه تاني؟ والله السيل ممبرين يا شباب بيختار الحاجة اللي تخش له لو هي نافعة، وبيختار الحاجة اللي بتخرج منه لو خرجت تؤدي وظيفة معينة، صح؟ بنسميها ايه؟ السيل ممبرين بيختار اللي يخش ويختار اللي بيخرج. اذا السيل ممبرين بيسلكت، سلكت يعني اختار، صح؟ فهو حاجز، حاجز بيختار الحاجات اللي بتخش والحاجات اللي بتخرج. نسميه ايه؟ نسميه حاجة اسمها سلكتيف بارير، الحاجز الاختياري، او مسؤول عن عمليه اسمها النفاذيه الاختياريه. يلا بينا نشرح دي شويه دردشه، هو مالكش دعوه بالكلام اللي انا قلته. يلا بينا نشرح. اول ما ينزل لك سؤال في الامتحان discuss function of cell membrane، انا عايزك تفتكر الخمس كلمات دول بس اللي انا كاتبهم لك على السبوره. في نظريه بتقول يا شباب، نظريه في الحفظ يعني او في المذاكره، بتقول انك لو حفظت كل حاجة هتنسى كل حاجة. يعني ايه؟ يعني المخ ده ليه حجم، ليه مساحة، مش هيقدر يستوعب كم المعلومات في الاربع مواد اللي حضرتك بتاخدهم. فانت هتعمل ايه يا شباب؟ انا هثبت كلمة من كل سطر، الكلمة دي هتفكرني بالباقي. تاني هثبت كلمة من كل سطر والكلمة دي هتفكرني بالباقي. يعني ايه يا دكتور؟ احفظ ازاي برضو السؤال ده؟ اول ما ينزل لك سؤال الفانكشن اوف سيل ممبرين، عايزك تفتكر ان انا عندي 2 كيب و2 ريسبتور وسيلكتيف بارير. يبقى ما هي وظيفه السيل ممبرين؟ قول له يا دكتور 2 كيب 2 ريسبتور وسيلكتيف بارير، وربنا يفرجها بقى. 2 كيب 2 ريسبتور و سيلكتيف بارير، ده اللي انا عايزك تحفظه. 2 كيب 2 ريسبتور و سيلكتيف بارير. يلا بينا نبدا. اول كيب بقول لك ان السيل ممبرين كيب شيب اوف ذا سيل.
لسه قايل لك ان السيل ممبرين لو دائري فالخليه دائريه، السيل ممبرين لو مربع فالخليه مربعه، لو اسطواني فالخليه اسطوانيه. فهو اللي بيدي الخليه شكلها ده الحاجز اللي هتتشكل جواه او بناء عليه الحاجات اللي جوه الخليه. دي اول نقطه، كيب شيب اوف ذا سيل. طيب النقطه اللي بعدها كيب انترا سيلولار environment constant. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيحافظ على البيئه اللي جوه الخليه ثابته. ازاي بيحافظ على البيئه اللي جوه الخليه ثابته؟ عشان انا قلت لك ان هو بيمنع البكتيريا او بيشتغل كجدار منيع ضد البكتيريا ان هو تخش جوه الخليه. ايوه دكتور، ما البكتيريا لو دخلت جوه الخليه هتبوظ البيئه الداخليه جواها، هتدمر ميتوكوندريا، هتدمر لي جهاز جولجي، هتدمر لي الشبكه الاندوبلازميه، ممكن تخش على النواه وتدمرها، فممكن تدمر لي او تلخبط لي البيئه الداخليه بتاعت الخليه. طيب مين اللي واقف حائط صد قصادها؟ السيل ممبرين. فالسيل ممبرين من وظيفته ان هو يحافظ على البيئه الداخليه للخليه ثابته. اول نقطتين سهلين، اتنين كيب، كيب الشيب وكيب الانفايرمنت، كيب الشيب وكيب الانفايرمنت اللي جوه الخليه ثابته. هل هذا الكلام به مشاكل؟ لا، كيب الشيب دي جنبها شويه كلام كده واحنا بنقرا المذكره هترجمهم لك. طيب اتنين ريسبتور، اول ريسبتور يا شباب اسمه انتي جينيك ريسبتور. يعني ايه انتي جينيك؟ يعني ايه ريسبتور اصلا؟ شباب شايفين الكربوهيدرات اللي بره دي؟ الكربوهيدرات دي يا شباب بتشتغل كمستقبلات اهي، مستقبلات. ومستقبلات يعني ريسبتورز، مستقبلات يعني ايه ريسبتورز؟ عشان تفهم الجزئيه دي تعالوا نتكلم شويه عن الجهاز المناعي. الجهاز المناعي بتاعك ليه بيهاجم البكتيريا وما بيهاجمش مثلا كره الدم الحمراء؟ ما الاثنين ماشيين في الدم. الجهاز المناعي بتاعك ليه بيهاجم البكتيريا وما بيهاجمش كره الدم الحمراء؟ ليه؟ بقول لك عشان كرات الدم الحمراء عليها ما يسمى بالانتيجينيك ريسبتور. الانتيجينيك ريسبتور ده عباره عن مستقبل بنعتبره الرخصه بتاعه الخليه. مكتوب في الانتيجينيك ريسبتور ده ان الخليه دي تبع الجسم فالجهاز المناعي ما هاجمهاش، انما البكتيريا اللي جايه لك من بره ما فيهاش الانتيجينيك ريسبتور، ما فيهاش الايه الانتيجينيك ريسبتور. فالجهاز المناعي يجي يقول لها فين الانتيجينيك ريسبتور بتاعك؟ فين الرخصه بتاعتك؟ تقول له ما معيش رخصه، فيبتدي يهاجمها. يبقى الانتيجينيك ريسبتور ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان الجهاز المناعي بتاعك يتعرف على الخليه، هل هي تبع الجسم فما هاجمهاش ولا هي غريبه فهاجمها؟ تمام؟ يبقى الانتيجينيك ريسبتور ده وظيفته ايه؟ ريكوجنيشن. يعني ايه كلمه ريكوجنيشن يا شباب؟ ريكوجنيشن يعني التعرف. اكتب لي كده جنبها التعرف على الخليه، هل هي تبع الجسم ولا لا؟ تمام، وهتفتكر ان شاء الله الحكايه اللي احنا لسه قايلينها. الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا الغريبه. يعني ايه الغريبه؟ اللي ما تعرفش عليها، اللي ما عليهاش انتيجينيك ريسبتور. طالما الانتيجينيك ريسبتور موجود على الخليه دي فالجهاز المناعي ما بيقرب لهاش. واضحة؟ واضحة يا دكتور؟ طيب وعلى فكرة الانتيجينيك ريسبتور ده معلومة برضه، الانتيجينيك ريسبتور ده مهم جدا لما تيجي تعمل عملية زراعة الأعضاء. ليه؟ المفروض أنت بتزرع، يعني مثلا لو واحد عنده الاتنين كلى عنده باظوا فلازم يزرع كلى من بره من شخص متبرع. طيب أجيبها كده من أي شخص قال لك أنا عايز أتبرع بالكلى فناخدها منه؟ لا، لازم الانتيجينيك ريسبتور بتاع الشخص ده يكون شبه الانتيجينيك ريسبتور بتاع اللي هيديله الكلى او اللي هيتزرع فيه الكلى. ليه؟ لان المناعه بتاعت الشخص اللي اتحط فيه الكلى لو عدت على الكليه وقالت لها الانتيجينيك ريسبتور بتاعك فين؟ لقت الانتيجينيك ريسبتور بتاعها مختلف عن الجسم تبتدي تهاجمها وتكسر الكليه اللي حضرتك لسه زارعها وخلايا الكليه تبوظ وصرفت فلوس على الفاضي. فلازم بيقول لك انك بتعمل شويه تحاليل في الاول.
التحاليل دي هي اللي بتحدد بيها هل الراجل ده ينفع تاخد منه الكلى اللي هتزرعها ولا لا. التحاليل دي بتشوف بيها ايه؟ بشوف بيها الانتيجينيك ريسبتور، هل هو شبهه ولا لا، طب درجة التشابه كام في المية وهكذا. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب النقطة رقم 4، ريسبتور تاني بس هذا ريسبتور اسمه سيجنالينج ريسبتور. يعني ايه سيجنال؟ سيجنال غير المعجون بتاع السنان ده. سيجنالينج ريسبتور سيجنال يعني إشارة. يعني ايه برضو يا دكتور؟ بصوا يا شباب، ان شاء الله هنعرف في مادة اسمها الفارماكولوجي، قلت لك هنتناولها مع بعض ان شاء الله الموديول اللي جاي، ان في بعض الادوية، الادوية دي بتيجي تمسك في ريسبتورز موجودة على سطح الخلية. الدواء مسك فين؟ مسك في ريسبتور بره الخلية. لما بيمسك في الريسبتور هنا بيعمل ايه؟ بينقل اشارة للخلية. الريسبتور مسك، الدواء مسك بره في الريسبتور، الدواء ماسك بره في الريسبتور، بس اول ما بيمسك في الريسبتور يا شباب بيبعت اشاره للخليه، بيقول الخليه دي صنعي بروتين او صنعي دهون او صنعي كربوهيدرات او بطلي شغل، ما تصنعيش حاجه خالص. اللي حصل الدواء ماسك بره يا دكتور، ازاي غير جوه الخليه؟ بعت اشاره للخليه. ايه هي الاشاره وازاي الاشاره دي بتتنقل والإشارة دي لما تتنقل هتعمل إيه؟ كل الحوارات والتفاصيل والديتيلز دي كلها هناخدها إن شاء الله في الموديول الجاي إن شاء الله في مادة الفارماكولوجي. تمام؟ في عندك حاجة اسمها سيجنالينج ريسبتور. يعني إيه سيجنال ريسبتور؟ سيجنالينج ريسبتور يعني ريسبتور لما بيمسك فيه الدواء أو لما بيمسك فيه الهرمون بيبعت إشارة للخلية، هو اللي بينظم وظيفة الخلية، بيقول لها صنعي بروتين، صنعي ليبيد، صنعي كربوهيدرات او بطلي شغل خالص. يبقى هو كده بيعمل ايه؟ بينظم وظيفه الخليه. السيجنالينج ريسبتور وظيفته ريجوليت الفانكشن. عيد كده معايا الاربع فانكشن اللي احنا قلناهم. اول نقطه يا شباب كيب، اتنين كيب صح؟ اه كيب شيب اوف ذا سيل، ولسه في شويه اكزامبلز هنتكلم عنهم. keep shape of the cell دي أول نقطة. تاني نقطة keep environment أو الـ intracellular environment of the cell constant، بيحافظ عليها ثابتة. طيب اتنين ريسبتور antigenic receptor، وخد بالك بقى من اللقطة دي إن الاتنين ريسبتور وظيفتهم بتبدأ بحرف الآر. الـ antigenic receptor for recognition للتعرف على الخلية هل هي تبع الجسم ولا لأ. سيجنالينج ريسبتور وظيفته ايه؟ ريجوليشن للفانكشن بتاعت الخليه، تنظيم وظيفه الخليه. طيب اخر فانكشن يا شباب حاجه اسمها سيلكتيف بارير، اكتب لي فوقها النتازيه الاختياريه. هذا السيل ممبرين عليه بوابات ومضخات. البوابات والمضخات يا شباب هي اللي بتسمح بمرور الاشياء المرغوب بها من والى الخليه، من والى الخليه، ان في حاجات تخش او حاجات تخرج بره الخليه. هنوقف شرح لحد هنا كده، خلصنا السيل ممبرين، خلصنا السيل ممبرين كهيستولوجي. هناخد بعض العمليات اللي ممكن تتم في السيل ممبرين بس في المحاضره الجايه ان شاء الله. قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا تعالى نقرا مع بعض المذكره ونترجم مع بعض بعض الكلام. افتح كده معايا المذكره الصفحه رقم 2، الصفحه رقم 2 بيكلمك عن السيل ممبرين واسمائه، واتفقنا ان اسماء السيل ممبرين مهمه جدا، لازم تحفظ لي كل الاسماء. سيل ممبرين، بلازما ممبرين، وبلازما لما، واتفقنا ان كلمه لما دي هي الكلمه اللاتينيه بمعنى ممبرين، واثبتها لك من الاحياء. طيب بالال ام نوت سين ليه؟ لانه فيري ثين. طبعا احنا اتفقنا ان احنا هنشخبط على الكلام اللي بين قوسين ده، وهنكتب الثيكنس بتاع السيل ممبرين مكتوب عندك تحت اهو، ان الثيكنس بتاعه 7.5 الى 10 نانومتر في الثيكنس السمك بتاعه. طيب بص كده، لما تبص على هذه الصوره هتشوف ايه؟ ده سيل ممبرين وده سيل ممبرين جنبه، دول الصوره دي عباره عن اتنين سيل ممبرين ادجسنت، وكلمه ادجسنت يعني جنب بعض.
بص كده معايا، لما تيجي تشوف كده السيل ميمبرين عباره عن ايه، دقق كده في الصوره اهو، ازوم لك اكتر. طيب عندك طبقه غامقه وعندك تحت طبقه غامقه، في النص طبقه فاتحه. المنظر ده بنسميه ايه؟ منظر الثلاث طبقات، التراي لامينر ابيرنس. صح؟ صح يا دكتور. عباره عن ايه التراي لامينر ابيرنس؟ طبقتين غامقين وطبقه فاتحه ان بتوين. ماشي. طيب الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين، اتكلمنا على اول حاجه اسمها الليبيد. الليبيد عندي ليبيد ماسك فيه فوسفات فوسفوليبيد، ليبيد ماسك فيه كربوهيدرات سميناها جلايكوليبيد، والكوليسترول. دول الثلاثه انواع ليبيد اللي موجودين في الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين. طيب هنمسك مين؟ هنمسك الفوسفوليبيد. لما تيجي تشوف الفوسفوليبيدايه الواحده زي ما انت شايف كده اهي، دي هيد ودول اتنين تيل اهو، ادي الهيد وادي الاثنين تيل. الفوسفوليبيد باي لير بتتكون من ايه؟ من هيد واتنين تيل. الهيد هيدروفيليك، هيد هيدرو، خلصنا منها. انما التيل لايبوفيليك. طيب يا دكتور ليه الهيد في الطبقه الاولانيه طالعه لفوق والطبقه الثانيه نازله لتحت كده؟ قلت لك والله عشان بره الخليه ميه وجوه الخليه ميه، والهيد هيدروفيليك يعني بتحب الميه، فخلي اللي بيحب الميه ناحيه الميه. الهيد دايركتد انسايد جوه واوتسايد ذا سيل. طيب ليه؟ لان الهيد هيدروفيليك. كلمه هيدروفيليك يا شباب هي هيها كلمه شارجد. فوق كلمه شارجد اكتب لي ايونايزد، هي هيها كلمه بولر. بولر يعني قطبيه. دي كلها مصطلحات لهيدروفيليك هنعرفها ان شاء الله في الفارما. هاجي اقول لك ان الدواء لو حواليه ايونات، الايونات دي يا شباب بتشد حواليها ميه، الايونات بتشد حواليها ايه؟ ميه. وبالتالي الايونات لما تشد حواليها ميه بتكون الجزئيه دي هيدروفيليك. فلما اقول لك ان هي تشارجد هي كلمه ايونايزد، هي كلمه بولر، الثلاثه بمعنى ايه؟ بمعنى هيدروفيليك. ماشي يا دكتور. طيب التيل اتفقنا ان التيل لايبوفيليك. التيل انت شايف ان هو متجه لايه؟ للسنتر بتاع السيل ميمبرين، دايركتد تو ذا سنتر اوف ذا ميمبرين. والله لو الهيدروفيليك كانت معاها ايونات مشحونه يعني بولر. طيب لايبوفيليك هتبقى مش معاها ايونات او مش قطبيه، صح؟ نون شارجد، نون بولر. تمام يا شباب، دي كلها مصطلحات انا مزودها لك عشان خاطر بس الام سي كيو، عشان انا قلت لك هي بتحب تغير الصيغه في الام سي كيو، انا مزودها من عندي. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده يا شباب، قلت لك منظر الثلاث طبقات ليه؟ نتيجه ترسب الصبغه. ستين يعني صبغه، ترجم معايا ستين يعني صبغه، اللي اسمها الاوزميوم تتروكسايد، في الهيد تاركه التيل. وبقول لك اهو بالعربي ان الصبغه هتتشال على الراس، هتتشال على الهيد وتسيب الايه؟ الديل. البروتين، البروتين هو الميجور بارت في السايز زي ما شفنا من على الرسمه، ويا ريت الناس تكون نقلت ورايا الرسمه. طيب وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيعمل قنوات وبيشتغل ككارير بتساعد المولكيولز الجزيئات ان هي تعبر السيل ميمبرين. طبعا التشانل هتعدي المولكيول زي ما قلت لك، والكارير هينقله ويعديه جوه الخليه. طيب موجودة في صورتين، للي ما نقلش الرسمة يا شباب هتلاقي الرسمة موجودة عندك هنا، موجود في صورتين. الصورة دي يا شباب بنسميها ايه؟ انتجرال بروتين. طب الصورة دي بنسميها ايه؟ بريفرال بروتين. ماشي يا دكتور. أنا ملاحظ على الصورة دي حاجة، ملاحظ على الصورة إن البريفرال بروتين بره عددهم ثلاثة، طب جوه عددهم خمسة أهو. طيب البريفرال بروتين هل ده محشور في الليبيد باي لير؟ قلت لك لا، ده موجود يا اما انر يا اما اوتر. طب مينلي انر، والكلمه دي مهم. طيب نرجع نقراها بس. بقول لك البريفرال بروتين لوكيتد، موجود اون ذا انر او اوتر سيرفيس اوف سيل ميمبرين، بس مينلي ايه؟ مينلي انر. طب بالنسبه للانتجرال بروتين اللي ما ترجمش، انتجرال بروتين يعني البروتين المحشور. تمام يا شباب، كلمه بريفرال بروتين يعني البروتين الطرفي. الانتجرال بروتين امبيدد يعني كلمه امبيدد مغروز، هي كلمه محشور، هما الاثنين واحد، بس الكليه بتحب تجود. امبيدد ان ليبيد باي لير، ممكن يخرج من وان سيرفيس
بس لو خرج من both surfaces لو خرج من السطحين بنسميه ايه؟ بياخد لقب transmembranous protein. هل هذا الكلام بيه مشاكل؟ لا. نخش على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات عبارة عن بوليساكرايد موقعها او متمركزة فين؟ في الاوتر سيرفيس بتاع السلمبرين، يا اما ماسكة في الفوسفوليبيد يا اما ماسكة في البروتين. بنسمي طبقة الكربوهيدرات دي يا شباب ايه؟ بنسميها جلايكوكاليكس. طيب السلمبرين از اسيمتريكال، يعني ايه كلمة اسيمتريكال؟ يعني غير متماثل. ليه يا دكتور غير متماثل؟ بسبب التوزيع المختلف بتاع الكربوهيدرات والبروتين. قلت لك فوق كربوهيدرات هتكتب لي ايه؟ اوتر. طب فوق بروتين هتكتب لي ايه؟ مينلي انر. طيب الفانكشن بتاعتي، الفانكشن قلت لك هتعلم لي على كيب وكيب وريسبتور وريسبتور وسيلكتيف بارير، دول اللي انا هحفظهم وما ينفعش انساهم. الفانكشن هم خمس حاجات، 2 كيب 2 ريسبتور وسيلكتيف بارير. نبدا باول كيب، بيحافظ على البيئه الداخليه، بيحافظ على البيئة الداخلية بتاعت الخلية ثابتة. كيب الانتراسيلولر انفايرومنت، البيئة الداخلية للخلية كونستانت، كلمة كونستانت يعني ثابت. ماشي. النقطة اللي بعدها كيب شيب اوف ذا سيل، اعرف لي مثال ولا اتنين بس من الخلايا دي الابيثيليال سيلز شخبط لي عليها. ده ان شاء الله شابتر باذن الله، شابتر كامل هناخده في الاخر، شابتر اسمه الابيثيليوم. Epithelial cells يعني النسيج الطلائي لو عايز تكتبها، مش مهمة شخبطلي عليها دلوقتي. طيب الـ two examples اللي انا هكتبهم في الامتحان لو نزل لي سؤال نظري، keep shape of the cell وهفتح قوسين واكتب nerve cell. يعني كلمة nerve cell؟ خلية عصبية بنسميه ايه؟ nerve cell. او muscle cell، يعني كلمة muscle cell؟ خلية عضلية. يبقى هو بيحافظ على شكل الخلية العصبية والخلية العضلية. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. بيحافظ على شكل اي خليه، هو مديك بس مثال. ماشي. كونتين انتيجينيك ريسبتور، واتفقنا ان الانتيجينيك ريسبتور ده فايدته ايه؟ فايدته ريكوجنيشن، التعرف. هنكتب جنبها ايه عشان نفتكر بس الشرح بتاعها؟ هل نتعرف على الخليه هل هي تبع الجسم ولا لا؟ والله لو عليها انتيجينيك ريسبتور فهي تبع الجسم، فالخلايا المناعيه ما تهاجمهاش. طب لو هي مش عليها انتيجينيك ريسبتور فهي غريبه عن الجسم، فالخلايا المناعيه تبتدي ان هي تهاجمها. طيب رقم 4 بيقول لك كونتين سيجنالينج ريسبتور. يعني ايه سيجنالينج ريسبتور؟ يعني ريسبتور بين الاشاره جوه الخليه. هذه الإشارة هي اللي بتتحكم أو بتنظم ريجوليت، يعني بينظم وظيفة الخلية. صنعي هتصنع إيه ولا ما تصنعش وتقف خالص. ماشي. دي اسمها سيجنالينج ريسبتور. طيب النقطة الأخيرة بقول لك إن السلمبرين سيلكتيف بارير. يعني إيه كلمة سيلكتيف بارير؟ اكتب كده تحتها نفاذية اختيارية. يعني إيه؟ بينظم عبور الأشياء يا اما جوه الخليه يا اما بره الخليه. والله لو مفيد وعايز تخش فخش، لو ضار وعايز تخش لا مش هتخش. يبقى انا بختار الحاجات اللي تخش او تخرج من الايه؟ الخليه. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. ده الفيديو بتاعنا، اتمنى الناس تكون هضمه كويس. ذاكر الفيديو بعد ما تقفله على طول. القاكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.